بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم رجب طيب أردوغان على مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليشدار أغلو بزهاء 5% من الأصوات أو ما يعادل 2,600,000 صوت. بتلك النتيجة يكون التحدي الأبرز أمام المتنافسين في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية هو مدى القدرة على حشد الناخبين مرة أخرى وتوجيههم إلى صناديق الاقتراع. نتابع معكم في هذا الفيديو ما كتبه الباحث التركي سعيد الحاج تحت عنوان بالتحالف مع أزداغ، هل أطلق كليشدار أغلو الرصاص على قدمي؟ يتابع سعيد الحاج: بعد نهاية الجولة الأولى بدأ الأمر صعبا، وقالت تقديرات كثيرة بتراجع نسبة المشاركة في جولة الإعادة لأسباب كثيرة في مقدمتها حسم نتيجة البرلمان لصالح تحالف الجمهور الحاكم، وكذلك الصعوبات اللوجستية، بيد أن تصويت الأتراك في الخارج لم يدعم هذا التقدير حتى لحظة كتابة هذه السطور، حتى كانت نسبة المشاركة في جولة الإعادة أعلى من نظيرتها بالجولة الأولى، وبانتظار التصويت الأساسي في الداخل التركي يوم الأحد المقبل. سؤال جولة الإعادة: من هذه الزاوية يبدو الرئيس التركي أوفر فرصا من منافسه، إذ يكفيه نظريا الحصول مرة أخرى على نفس عدد الأصوات التي حصل عليها قبل أسبوعين أو ربما أكثر من ذلك بقليل للفوز، ولذلك يحذر أنصاره من التراخي والكسل وعدم الذهاب للصناديق. في المقابل لا يكفي مرشح المعارضة كليشدار أغلو الحصول على نفس عدد الأصوات، بل يحتاج لكسب شرائح جديدة، إما من الذين قاطعوا الجولة الأولى أو الذين أبطلت أصواتهم أو من صوتوا للمرشح الثالث سنان أوغان. ولأن نسبة المشاركة كانت مرتفعة للغاية في الجولة الأولى من الانتخابات، جاوزت 87% ممن يحق لهم التصويت، بما لا يضمن مشاركة عدد كبير من المقاطعين في جولة الإعادة، ولأن الأصوات الباطلة أكثر من 1,000,000 صوت ظاهرة متكررة في الانتخابات التركية، وكان جزء كبير منها تصويتا احتجاجيا، لذا يصعب على كليشدار أغلو التعويل على شريحة المقاطعين في الجولة الأولى. يتابع سعيد الحاج: أبقى ذلك المرشحين خصوصا كليشدار أغلو بحاجة للأصوات التي ذهبت للمرشح الرئاسي الثالث سنان أوغان، والذي دخل هو وتحالف الأجداد في حالة تفاوض مع الجانبين المتنافسين في جولة الإعادة. وقد تماهى كليشدار أغلو مع خطاب تحالف الأجداد وحزب النصر بقيادة أومت أزداغ من حيث التركيز الخطابي على مقترح ترحيل السوريين والمبالغة في تقدير أعدادهم وتصنيفهم خطرا محدقا بتركيا. أعلن سنان أوغان عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة، بينما عبر أومت أزداغ رئيس حزب النصر الحزب الرئيس في تحالف الأجداد وعموده الفقري عن توجه معاكس بدعم كمال كليشدار أغلو. بدا الأمر تفككا للتحالف أمام سؤال جولة الإعادة، ولكنه قد يكون تبادلا للأدوار للتفاوض مع الجانبين والضغط عليهما بخصوص الموضوع الأهم للتحالف اللاجئين وتحديدا السوريين منهم، ولعل عدم التراشق الإعلامي بين أوغان وأزداغ يدعم هذه الفرضية. في المحصلة أعلن أومت أزداغ عن دعمه لكليشدار أغلو بعد توقيع اتفاق على مستوى حزبيهما. ما الذي كسبه وما الذي خسره زعيم المعارضة من هذا الاتفاق مع أزداغ، يتساءل الحاج. كبداية لا شك أن رئيس حزب النصر أومت أزداغ أكثر قدرة من المرشح الرئاسي سنان أوغان على تحريك الأصوات، فهو رئيس حزب وزعيم تيار، وبالتالي رأيه سيكون مسموعا أكثر من أوغان القادم من خارج الحزب، لكن ذلك لا يعني حصول كليشدار أغلو على نسبة 5.17% التي حصل عليها أوغان، فجزء منهم من هذه الأصوات أصوات احتجاجية بالأساس ذهبت لأوغان لأنها لا تريد أردوغان وترفض كليشدار أغلو، وجزء منها هم أنصار المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجا، وهؤلاء من الصعب أن يعودوا للتصويت لكليشدار أغلو.
تبقى كتلة حزب النصر الذي حصل على نسبة 2.2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، لكنه فشل في الحصول على أي مقعد. لكن ذلك لا يعني أن كليشدار أغلو سيحظى بتصويت تلك الكتلة كاملة، فالناخبون لا ينصعون تماما لقرارات قياداتهم، والوقت المتبقي قبل الانتخابات قليل جدا. لكن بافتراض أن كليشدار أغلو سيحصل بسبب دعم أزداغ على نسبة 2.2% من الأصوات، فلا يجسر ذلك الفارق بينه وبين أردوغان، فضلا عن ضرورة النظر في احتمالية أن يكون قد أخسره بعض الأصوات. يتابع الحاج من أطلق النار على كليشدار أغلو. منذ انتهاج كليشدار أغلو خطابا يركز على اللاجئين، خرجت أصوات منتقدة ورافضة لذلك من معسكر تحالفه، بيد أن الدرجة والنبرة والأعداد تزايدت بشكل ملحوظ بعد التوقيع والإعلان عن التحالف مع حزب النصر. حصلت عدة استقالات احتجاجية في حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أغلو، وقال علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم إنه اطلع على نص الاتفاق الموقع في الإعلام في انتقاد ضمني للاتفاق، وربما تنصل منه، كما ضجت وسائل التواصل برفض واضح للاتفاق وبنوده من قيادات وسطى في الأحزاب المحافظة المتحالفة مع الشعب الجمهوري، وقرن بعضها بين الخطاب والعنصرية والنازية، بيد أن الصدى الأهم كان في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي اجتمع لتقييم الاتفاق، وهذه إشارة ذات دلالة واضحة. ثم أصدر بيانا بالخصوص، ثم أعلن عن إرجاء إعلان موقفه إلى اليوم التالي في دلالة لا تخفى. مشكلة حزب الشعوب الديمقراطي مع أمة أزداغ وحزبه متشعبة ومركبة. خلال الحملة الانتخابية سأل أزداغ شابة صغيرة السن لمن ستصوت، وحين أجابته للشعوب الديمقراطي أبدى استغرابه من قرارها، إذ لا تبدو كقاتلة على حد تعبيره، وهو خطاب يشير إلى موقف الرجل من الحزب، كما أن موقفه من حزب العمال الكردستاني والعلاقة المفترضة بينه وبين الشعوب الديمقراطي عامل إضافي يوتر الأجواء بينه وبين الأخير، بيد أن الاتفاق المبرم بين كليشدار أغلو وأزداغ هو أساس الموقف الحاد الذي أبداه حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أكد الاتفاق على بعض مواد الدستور التي تعرف مواطني الدولة كترك، التي تحيل للعرق، وهو أمر حساس بالنسبة للحزب الكردي. الأهم من كل ما سبق هو توافق الجانبين على فكرة تعيين أوصياء على البلديات التي يوقف رؤساؤها بسبب تهم تتعلق بدعم الإرهاب، وهي تهم توجه عادة لرؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي، وقد حصل تعيين وصي أكثر من مرة في بلدياتهم. كان كليشدار أغلو ضد هذه الفكرة علنا، ولكنه غير رأيه فيما يبدو تحت وطأة الحاجة لدعم أزداغ، كما أن الأخير ألمح إلى أنه قد يكون وزير الداخلية المقبل في حال فاز كليشدار أغلو، وهو أمر لم يؤكد ولم ينف. واليوم وكأن كليشدار أغلو يغامر نفس المغامرة، أي محاولة الجمع بين الأصوات القومية والأصوات الكردية، وبالتالي احتمالية خسارة أصوات من الجانبين. فهل يكون كليشدار أغلو هو الذي أطلق الرصاص على قدميه وتسبب بخسارة السباق الرئاسي ضمن أسباب أخرى؟ سنحصل على هذه الإجابة مساء الأحد المقبل بإذن الله تعالى. في الختام متابعينا الأعزاء، أتمنى أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.